اهتمام المؤمن بقبول عمله سنة جارية كانت مما يجري عليه سادات الدنيا وأئمتها من النبيين والمرسلين ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم من الصادقين والشهداء والصالحين. أيها المؤمنون، خليل الرحمن وابنه إسماعيل يرفعان القواعد من البيت امتثالاً لأمر الله تعالى، وقلوبهم وجلة وألسنتهم لاهجة ضارعة أن يتقبل الله تعالى منهم. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته قائلا بسم الله: اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ويسأل الله تعالى قبول توبته فيقول: ربي تقبل توبتي.